الولايات المتحدة ترسل باستمرار أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا لمواجهة العمليات الروسية، لكن كيف تذهب هذه المعدات وكيف تتتبعها واشنطن للتأكد من وصولها إلى كييف؟ وفق شبكة CNN، لدى الولايات المتحدة طرق قليلة لتتبع الإمدادات الكبيرة من الأسلحة التي أرسلتها عبر الحدود إلى أوكرانيا. إحدى الوسائل القليلة التي تحاول بها واشنطن تتبع ما أرسلته لأوكرانيا ووصول المعدات من عدمه هي صور الأقمار الاصطناعية، وتبدو هي الوسيلة الأقوى. لكن كيف ترسل الأسلحة أصلا؟ بحسب البنتاغون، فإن الشحنات المحملة بمنصات من الأسلحة أو الشاحنات هذه المحملة بمنصات من الأسلحة تلتقطها القوات الأوكرانية بشكل أساسي من بولندا، ثم يتم نقلها إلى أوكرانيا، ثم يعود الأمر إلى الأوكرانيين لتحديد أين تذهب ومتى تستخدم. الوسيلة الثانية هي المعلومات التي تقدمها في السر الحكومة الأوكرانية لواشنطن والناتو، وذلك نظرا لأن قوات الجانبين ليست موجودة على الأرض. مصدر في الكونغرس يقول إن بلاده ليس لديها أي أدوات إضافية بخلاف ما يقوله الأوكرانيون، لكن بلاده تثق في كييف لأنها دربت وسلحت الجيش الأوكراني لمدة 8 سنوات. لكن لا يعني عدم وجود بعض النقاط العمياء مثل الوضع التشغيلي لأنظمة S-300 وأنظمة جابلين، التي رغم أن لها أرقاما تسلسلية لكن طرق تتبع نقلها واستخدامها صعب للغاية. هذا الأمر يتعلق أيضا بمسيرات سويتش بليد التي قررت واشنطن أن تزود بها أوكرانيا ب300 قطعة. سويتش بليد هي طائرة من دون طيار تستخدم لمرة واحدة، ومن الصعب تتبعها عقب استخدامها. مسؤول دفاعي كبير أوضح بحسب CNN أنه لا يستطيع الإخبار بمكان وجود سويتش بليد في أوكرانيا أو أن الأوكرانيين استخدموها أم لا. كما أضاف أنه قد لا تعرف واشنطن أبدا إلى أي درجة استخدم الأوكرانيون المسيرات، حيث لا تخصص وزارة الدفاع الأسلحة التي ترسلها لوحدات معينة بحسب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.